في جواهر هاني يمكن هاي جواهر. ما في جواهر. فيك تشوف عادي حتى ذا. هذا سكن البنت ما عندي. هذا لا نادر هذا نادر. هذا سيرفر المطورين هذا. شفنا. شفتي شفت الحيوان الأليف الجديد فرح؟ شفتي والله شو ضافوا فرح ما شفتي انت ما كنت موجود. كمان في شخصيه شو لا شوفي الموسيقى صار في ميوز يو ايه والله يو يو هذا شو بحبه بعرفه ربي بعرفه يا ويلي هذا مخيف هذا مخيف طراد اسمك للمامات فتحنا ثلاث قنوات مشينا في طريقنا اهلا شباب نورتم سيرفر المطورين شو قالوا لي الشوت قال البربر بدهم يحطوا له ثلاث طلقات كنت تدري بعدين شوف الصاعقه ما عم يحسن يفتح مايك عم يطلع يفوت الديسكورد ما عم يفتح مايك تسمعوني شو كان خاطبك شبح الهاتف اقسم بالله شبح الهاتف عذبني قال لي ساعه بحكي فكرت مش عارف ارجع اشرح لا ما راح لا لساته موجود موجود الحمد لله يا اخي كنت لحالي انا وشبح الهاتف في اجتماع يا ويلي يا ويلي عشان يا ويلي دي بي اي بين وين الشوتجا البربر وين الشوتجا البربر لا يا حبيبي ايوه طلقتين ايوه طلقتين لسه يا ويلي على الدي بي اي شوفي عندنا اسلحه جديده ويتش الام هذا كله مغير عليهم ها هذول اسلحه كل عليها نيو مغير فيها شيء عليها جرب ما لا 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 والله مش متغير سويتش اليوم مش كاتبين عليه نوي لو كاتبين عليه نوي اعرف انه مغيرين فيه شيء ايه ايه صحيح مو حاطين عليه نيو صحيح هذول بحطوا عليه نيو بس بيكون في تغير هلا بوما هلا هلا الكار عليه نيو يمكن الكار مغيرين بالسويتش تبعه ولا يمكن مضعفينه ان شاء الله يا رب جرب ما المشكله المشكله انه شو مش الدي بي اي بس كمان الاعدادات يعني هذا هاي مو فري فاير نفسها هاي برنامج ثاني يعني سيرفر ثاني عرفت كيف يعني لعبه ثانيه برنامج ثاني فبدك تظبط اعداداتك كلها يعني وما بتزبط الاعدادات اصلا ما بتصير يعني هذا مش للعب هو السيرفر سيرفر بس هيك لازم تطلع تجارب شوف الخريطه اللي مغيرين فيها جديده لا 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 مستحيل بس مغيرين واخيرا شكل الرانك شوف شو عاطين هو شو هاد هاد سكن ولا شو هاي شعار شعار هيك هذا شعار مستحيل كيف شعار لحظه نشوف في حيوان اليف شوف هذا الحيوان الاليف الجديد شوف يا ويلي نيرو 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 بشبه حدا بعرفه وربي بشبه حدا بعرفه يا شباب اقسم بالله بشبه حدا بعرفه هذيك كانوا رسمين عليها موسيقى الشعار اللي اعطونا اياه فتح الخاصيات فيك تشوف خاصيته عليها هذا حيوان سكن انا ما بفهم انجليزي لا لا هي المشكله يعني بدنا نحط اللغه الالمانيه عشان نفهم وعربي ما في بهذا السيرفر عربي في عربي ليك في عربي بس ما بصير ما بتشتغل اللعبه والماني ما في كمان مو ضايفين الماني لا هيو دشته ايه هي دشته دشته دايتش دايتش مطلوب شبح الهاتف $1,000 بالله لا عاد تحكوا عليه شبح الهاتف خلاص تركونا من قصة من سيرة شبح الهاتف يعني ما ضل الموضوع تحكوا فيه غير شبح الهاتف كان زعلان حكيتوا على شبح حكيتوا عليه خطفني
فرح المختفي يا جماعة الخير. خطف هذا من الديسكورد كله حتى. يا خوفي يكونوا حتى أهلها بيدوروا عليها يا إخوان. الجاليات بيدوروا عليها. تابعوا الجريدة، ده لقيتوها في الجريدة مخطوفة. ليك أب جيم. في نفس اللغة ما تغيرت. نفس اللغة ما تغيرت. تغيرت اللغة هانية بس ما تغيرت عند الحيوان الأليف. بس المهم يعني في 10% تقليل دمج، 10% اللي فهمته أنا. بس في شيء متلج. في متلج. لا. مو جلول، مو كيف من جلول. بتقوي شو اسمه الثلجه، بتزيد للثلجه 100 بوينتس بالقوه الثلجه اب تو 100 بوينتس جلول. لا كول داون شو هاي كول داون؟ والله نسيت شو كان، كنت بتذكر شو كول داون كانت. والله مبين انه ميزتها حلوه بس شو هاي. مبين حلوه. والله بفوت بترجم. ترجم اللي ساعة ما كتب كلمتين. في شيء اسمه كاميرا يا نيرو. بيقولوا لي هاي تبع موسيقى فري فاير القديمة، بس كيف الواحد يشغلها؟ فوت على الاعدادات. تعرف كيف؟ بعرف. الاعدادات. الصوت. الصوت. قبل اخر شيء الاولى قالوا حينزلوا شوتجن 3 طلقات. ما في شفنا. سجل شو كنت بتحكي عن جماعة التيك توك؟ لا كنت بسأل الصاعقة إذا شاف جماعة التيك توك فري فاير شو عاملين. من جهة الملابس تقدر تغير الأغنية يا علي، من جهة الملابس. لا وين؟ لا. يو شوف الملابس كيف صارت. هيا الموسيقى تحت. ايه والله. هاي موسيقى. سيدي يو ده السيدي هذا. هاي السيدي بتاعك اهو. السيدي بتاعك اهو. اضافوا السيدي شخصيا. احلى سيدي هذا، بكره بضيف في دي مهنة. والله لازم. لو فيك تضيف هيك اغنية.
هذا حدث يجي. مش شغال. تحديث. بعد 115 سنة ما نكون نحن موجودين اكيد مش اصلا اكيد ما راح نكون موجودين بعد 115 سنة راح نكون فقط ذكرى يعني البي سي تبعي راح ييجوا تلاقيهم حاطينه في متحف هيك للاتار بيقولوا هذا يوتيوبر زمان كان في منصة اسمها يوتيوب وكان في شخص عنده قناة فيها وهذا البي سي تبعه اتار يعني من ايوه من ايام ويبيعوه كاتار يعني هيك كمنظر بس هيك يقعد بتلاقي البي سيات ذاك العمر صارت طيارات ايوه ايوه والله صح شوف اذا بتسجل دخول 8 ايام 3000 جوهرة 8 ايام تاخذ 2500 7500 9000 10000 جوهرة تسجل 8 ايام تاخذ 10000 جوهرة لا مش ما قررنا نسوي عنها هون بالعادي ايه تخيلي حطه في مين لا ما شباب ما بيصير والله يعني اللاعبين ممكن يستمتعوا ياخذوا جواهر ولكن اذا انت بتيجي بتفكر بالموضوع تخيل انه شركه جارينا توزع على كل لاعب 100000 جوهره تمام اللعبه راح تموت فورا يعني شركه جارينا ما بتوزع جواهر مش فقط عشان الخساره لانه اللعبه راح تنتهي يعني بتعرف انه حاليا يعني تقريبا في ناس بيلعبوا اللعبه عشان سكناتها فهمت علي كيف؟ صح. يعني إذا بتعطي لكل واحد 100000 جوهرة كل الناس رح يصير عندهم نفس السكنات يعني ما في حدا رح يقول لك أنا عندي سكن أسطوري ومميز ولا نادر كل الناس رح يصيروا يشتروا سكنات نفسها عرفت كيف؟ يعني مثل ماجيك كيوب الماجيك كيوب كانت حلم للاعبين يا رجل زمان أقسم بالله تحصل على ماجيك كيوب تعرف أقعد هيك أصور فيديو ولف على ماكينة الدايموند ريال إذا حصلت على ماجيك كيوب خلاص أنت ضمنت 2 مليون مشاهدة على الفيديو والله العظيم والله بحكي معك جد يا رجل كنت شاهدك وقتك كنت شاهدك والله بس بحكي معك جد لحظة أفرجيك حتى لقطات شوف شوف يا ويلي لحظة هلا اللي بيجيب ماجيك كيوب كان جاب 500 جولد
جد يعني تيجي تفتح شو اسمه تحصل على ماجيك كيوب يا ويلي والحين يعطوه مجاني يعني مجاني. ليش طاحت قيمة الماجيك كيوب؟ ليش طاحت قيمة الماجيك كيوب؟ لأنه أعطوه مجاني، حتى سكنات تبع الماجيك كيوب ما عادش لها قيمة. صاروا تلعب ساعة وخذ كيوب مجاني. العب ساعة واحصل ماجيك كيوب. يعني ليش الماجيك كيوب ما عادش صار لها قيمة؟ لأنه شو هاي الجواهر يا ويلي؟ هذا سيرفر المطورين. ليش ما عادش لها قيمة؟ شوف السكنات اللي موجودة بالماجيك كيوب، هاي السكنات كانت سكنات لها قيمة وكانت سكنات نادرة. كلهن كانت سكنات نادرة ولها قيمة. كمان كله يعني اللاعبين بتمنوا ان هم يحصلوا على الماجيك كيوب عشان يجيبوا السكنات النادرة هاي، بس حاليا السكنات هاي ما تعتبر نادرة لانه ما لها قيمة اصلا، لانه كل اللاعبين حصلت على ماجيك كيوب واشترتها. هذا السيارة الذهبية اللي كانت في الماجيك كيوب لهلأ نادرة. لهلأ نادرة إنه ما رجعوا نزلوها. ما رجعوا نزلوها. بذكرها ما نسيت. بس لا تذكر هما لا رح ينزلوها، رح ينزلوها. بكرة بتلاقيها. هذا السكن البنت ما عندي. هذا لا نادر هذا نادر. هذا ما رجع. هذا ما رجع هذا السكن. طب اطلع وارجع شو مالها علقت. هذا أفضل سكن بيلت بالنسبة لي هذا. ادخل أسلحة وتلاقي. شعرات الجنة. ليش مش طالعه كمان؟ ما مش سيرفر المطورين هذا. مش محملات الصور. هو السيرفر بيكون معلق كثير. شقن كأنه هون ضايفين غير شقن أول ضايفين أصفر هون أنا. نفس هذا أصفر مش زي هذاك. عم يشتغل. هذا أصفر اللي ضايفينه ها؟ أي والله أصفر. أصفر. كانوا حينزلهم حاضنين هذول. كانوا يمكن حينزلوهم حاضين وبعدين لغوا الفكره وبكون في صار في فكره قسمهم. No crime no problem. ايش شيء جديد؟ Protect those you love. Protect those you love. No crime no problem. في سلحفات شفنا. شفت الحيوان الاليف الجديد فرح؟ شو والله لا سميه نيرو وربي خلاص والله راح اسميه نيرو. حتى انا نيرو والله. والله لا سميه نيرو والله. بكره سيجي خلاص هذا نيرو. ضريف جدا اسمه توفي. شوف خاصيته بتروح للذكاء ولا لهيك لشخصيه نيرو عرفته بنشوف يعني. يا محمح يا نيرو بنسميه لا بكره بنشوف ما خاصيته عرفت. شفتي شو ضافوا فرح؟ ما شفتي انت ما كنت موجود. شوفي كمان في شخصيه شيء. شوف لا شوفي الموسيقى صار في ميوزك هان تحصلي على سيديات. السي دي بتاعك اهو. يعني السي دي بتاعك اهو بتغير صوت الاغنيه. بتغيري صوت الاغنيه بلكي في صوت الاغاني القديمه تبعك. هو القديمه هو. يا ويلي اتذكرك بالايام القفي. علي اسطوره حبيبي يا سوسو انت الاسطوره يا قلبي. سوسو ادخل اسلحه بتلاقي الشوتجن جديد. بالله بدي ادخل وين ما لقيناه بالتدريب. لو كان في شوتجن جديد كانوا ضايفينه. اي والله هي تحت يو. اي والله يو هذا شو بحبه بعرفه ربي بعرفه هذا. يا ويلي هذا مخيف يو مصطوري. بس لو بيجي يطلع مبين بخوف. يا ويلي شوف 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 من شكله مبين بخوف. يا ويلي على ام الرعب. طب هذا ايش مش موجود بالتدريب؟ مش عارف ليش مش حاطينه بالتدريب. بعرف انه انا مفروض السلاح الجديد فورا بحطوه هناك. تعال نشوف اذا في سلاح جديد. سلاح جديد اشي؟ لا بدي اشوف. هون لا ما شو هون لا هايو. بس الشوتجن ما في غيره. لا دبل مسدس. هاي المسدس عملوه دبل كمان. من زمان هاي من زمان والله ما بس هلا اضافوه هون. والله ما كان صح. هذول وربي ما بعرف ايش ضايفينه هذول. هذول كان هذا كان بمود. كان في مود تعرف هذا مثل اللانشر خالد. انت ما لحقت بالحذاء ما بعرفوا اللانشر ضايفين بس ما بعرف ليش يعني. وعندهم سكنات ها. والله كان احلى مود هذا مود اللانشر. ما انت بربري انت. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا والله ابو خالد. هلا ابو خالد. هذا علاج. والله
والله العظيم هذا شكله الشوتجن اللي حيدمر السيرفر. اي والله بس يا رب يطلع هيك بنفس البالي بيلعبوا ايم وهيك نفس البالي. يا ويلي اذا بيكون هيك. لا اكيد بيكون في اخطاء بعدين بيعدلوا. لا ولا يمكن يكون قوي 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 جدا في البدايه بعدين يضعفوا مثل البربر. بعدين يضعفوا البربر لو لساته مثل ما كان. يا ويلي هيك بيضعفوه بينزلوا له بعد سكن